يمكن كنا بنتكلم من شويه عن مؤمن زكريا احمد اللي هو بيغادر الحقيقه لامريكا اواخر سبتمبر لاستكمال رحلته العلاجيه. الحقيقه كنا بنقول يا احمد قد ايه اللفته كانت حلوه قوي امبارح، وكان كابتن سيد عبد الحفيظ بيتكلم على انه الروح المعنويه اللي ظهر عليها الفريق الحقيقه بعد المباراه او في المباراه امبارح قدام الاسماعيلي، قال ده بسبب الحاله اللي عملها لنا مؤمن زكريا وزيارته لينا. حالة الحب باينة جدا، يعني الصورة في الخلفية حضراتكم لو شايفينها مؤمن وهو بيتوسط لعيبة النادي الأهلي وكلهم عاملين حركة مؤمن الشهيرة اللي عملوها بالمناسبة في الماتش. واللطيف في الموضوع كمان إنه حتى اللعيبة اللي ما زملتش مؤمن في الملعب، يعني بادجي مثلا مش من اللعيبة اللي جت بعد ما مؤمن تعرض للمرض اللعين، ونتمنى طبعا ليه الشفاء.